عبرت عنه الاتحاد الافريقي من خلال المداخلات كانت مهمه جدا. رئيس المفوضيه الاتحاد الافريقي اكد عن دعم الاتحاد الافريقي للموقف الفلسطيني ومساندة الموقف الفلسطيني في رفضه لصفقه الامريكيه الاسرائيليه. ومن ثم ايضا جاء رئيس الاتحاد الافريقي الجديد رئيس جنوب افريقيا لكي يؤكد ويشبه بان ما تعرض اسرائيل وامريكا اليوم هو شبيه بالابارتايد الذين قاوموه في جنوب افريقيا خلال فترات سنوات طويله. وبالتالي نحن سعداء لكي نسمع هذا الموقف القوي الذي تعبر عنه دول القاره الافريقيه الاتحاد الافريقي لصالح القضية الفلسطينية وفي دعم القضية الفلسطينية. نحن كنا نتوقع ذلك ونحن لسنا متفاجئين على الإطلاق، خاصة وأن هذا التعبير التضامني الحقيقي من قبل دول الاتحاد الإفريقي هو تعبير صادق يعبرون عنه بإخلاص وباستعداد كامل. ولهذا السبب نحن سوف نخرج من هذا المحفل على قناعة تامة وثقة وارتياح كبير أن مخرجات هذه القمة قمة الاتحاد الإفريقي ستصب في صالح القضية الفلسطينية. عندما يتوجه السيد الرئيس يوم غد إلى المجلس الأمن لمحادثة مجلس الأمن ومن خلاله مخاطبة العالم أجمع، سوف يجمع معه دعم الجامعة العربية، دعم منظمة التعاون الإسلامي، دعم الاتحاد الأوروبي ودعم أيضا الاتحاد الإفريقي. بالنسبة لنا هذا مهم جدا لكي نقول للعالم بأن قضية فلسطين ليست لوحدها وأن الشعب الفلسطيني ليس لوحده وإنما يحظى بدعم وتأييد وإسناد العالم أجمع.